منطقة، يعني احنا 48 ولاية، كل منطقة عندها تقاليدها، يعني انا بعرف تقاليد تبعي وتبع العاصمة. عندهم عادات واحنا عادات، عندهم ملابس واحنا عندنا ملابس غير، عندهم اكل غير واحنا عندنا اكل غير، يعني اختلاف كثير كثير بينه وبين، يعني ما فيني اعدل لك اياهم شو يعملوا شو كثير. عندنا لهجات غريبة، عندنا مش لهجات، لغات، يعني الأمازيغية، التركية، المزابية، ما بفهم عليهم بعد، مثل ما تحكي حنان، حملاق، قاطع سطاس، زلفلام، أو إذا مان، أو إذا الملاح، كتشيني روح، أختين، آويد، يعني هاد الأمازيغية بس، أما المزابية والتركية ما بفهم عليهم بالمرة، بحس كأنهم يحكوا التركية جنوب الجزائر، بيحكوا مثل مالي ونيجر ويفهموا على بعض، يعني عن جد الجزائر. وإحنا في بوسعادة في اليوم، يعني في منطقة في اليوم يفوت الشمس ومطر وجو ربيعي وجو خريفي في اليوم، يعني في اليوم ما بعرف شو بدي ألبس، بطلع هيك الجو مسقع، بعدين ما بتوقعوا الطقس عندكم؟ لا بيتوقعوا عنا، بس بيختلف، يعني على طول بيختلف. هلقد بسرعة؟ بسرعة. كردستان صح؟ كردستان يا رب، عندنا تلال هناك، المناظر تحفة، نفسي أروح كردستان قوي. كردستان اختاروها عاصمة السياحة العربية صراحة، هناك يعني المناظر مش ممكن. تعرف شنو؟ ماكو شيء مصنع إيد الإنسان، كل طبيعة ومساحات واسعة بقى، كل طبيعة، كل طبيعة اختاروها عاصمة السياحة العربية كلها، يعني جميلة إلى أبعد الحدود. نفسي أروحها بجد، حلو حلو، يعني بتنراح عليها، مش مثل مثلا أوروبا لندن مثلا. لا والجو هناك كمان حلو، قريبة يعني، هي جنب تركيا على طول، يعني انت تدخل لها الجو عجيب، مثلا تاخذ بطيخ نخليه بالشلال ينفطر وطق، هيدا في منه بس بالجبال، يعني اذا يعني ايه، يعني مو برد، مو برد، ما الجو لا حلو، يعني اما مسقعه بتكسر بطيخه، اما مسقعه تحت. ايه رايحين على جعيطة، بتعرف شايفين جعيطة؟ لا جعيطة دي في لبنان معروفة، فيها السراكيت والسراكيت، هود الصواعد والهوابت، هود عوامل طبيعية مش انه حدا عاملهم. مروان واو، يعني تمر بالشوارع تلقى رمان، تلقى برتقال، وما حدش بياخذها، تقطع وتمشي. شنو تريد اخذ؟ الخير ده ما شاء الله، ستين عامة، زيتون، ستين عامة، لا ده باكل ستين خاصة بس، اخذ شو تريد؟ شنو تريد؟ هيك مثلثل وشنو تريد اخذ؟ سبحان الله، يعني عجيب الجو، عجيب الشلالات، الجبال، الطرق، هيك تحفة كردستان، يعني عجيب عجيب.